وسط هذه المنطقة الجبلية الجميلة وليس ببعيد عن شاطئها الجميل، تتربع الحمية القديمة والتي شغلت دورا هاما في حقب مختلفة من الزمن. تاريخ كبير يخفيه هذا البناء الصغير، فخلف هذا الباب الموصد يعيش تاريخ عظيم يعود تأسيسه الأول للعهد العثماني وتعود مراحل تطوره للحقبة الإيطالية. نحن في أهم مبنى في منطقة بردية الذي تأسس في نهاية العثمانيين وتم تأسيسه في تأسيس المرحلة الثانية في الاستعمار أو من الاستعمار الإيطالي. مطلع عام 1942 كان شاهداً على دخول القوات البريطانية إلى البردي، والذي كان من ضمنها الجندي جون براين الذي رسم لوحة تعبر عن مفهوم الحرب والسلام. وبقى الاستعمار الإيطالي في منطقة البردي إلى أن جاء أول قصف بريطاني عبر أسطول الملكي بتاريخ 15/11/1942، وتكرر القصف تاريخ 21/11/1942. هالجيش كان فيه شخص يدعى جون براين، هو الذي دولنا أهم لوحة أو اللوحة اللي موجودة في هذا المبنى بعنوان الحياة. صورة رسمها براين يوضح فيها جمال السلام وبشاعة الحرب لتكون رسالة مليئة بالعبرة لمن يأتون من بعده. محمد شحات، العين الإخبارية، ليبيا. عينك على العالم.